ومتابعينا اكيد بصباحنا غير لليوم وبحلقتنا رح ننتقل الى علم النفس، ورح نروح بجوله ونحكي عن الثقه بالنفس. دائما بتتميز الشخصيه القويه انه هي عندها ثقه بنفسها، ولكن كمان في فرق بين الثقه بالنفس وبين شفت الحال مثل ما بيقولوا. الواحد لازم يضل على الارض عنده ثقه بحاله وشخصيته متوازنه. كيف فينا نحقق هالمواصفات كلها بشخصيتنا؟ كيف فينا نربي أولادنا على الثقة بالذات؟ رح نحكي أكثر مع الأستاذة فاتن نظام، مدربة التنمية البشرية والعلاقات العامة. صباح الخير. صباح يوم بيت نظام منورينا اليوم برعاية بيت نظام. صباح الخير حضرتي. هلا أهلا وسهلا. أهلا فيك. أهلا وسهلا فيكي. لما نقول الثقة بالنفس يعني كل العالم بتحب تكون عندها ثقة بالنفس، بس مفهوم الثقة بالنفس شو هو؟ يعني مفهوم اليوم بعتقد اختلف عن سابقا، يعني عم نشوف ممكن مفارقات كبيرة، انه بنشوف نوع من الغرور، اليوم بنشوف شفت الحال. لا، الثقة بالنفس هي له علاقة بجذرية الشخصية، كيف طريقة التعامل مع الآخر ومواجهة المجتمع اليوم. تمام. هلا دائما نحن بنقول عنده ثقة بنفسه، واثق من حاله بحكي وبتصرفاته. يعني نحن دائما واثق بالنفس يلي هو، خلينا نقول اول شيء هو بيكون شخص متواضع. حكيت شغلة كتير حلوة، انه في عنا مشكلة حقيقة انه واحد واثق من حاله، وواحد يمكن في بينه وبين الغرور وشعره. صحيح. يلي هو دائما الغرور يلي انا اللي بس انا شايف حالي، بس انا هو هي الفكره. ولكن الثقه بالنفس هي تختلف تماما. الثقه بالنفس هي عباره انه انا بعرف شو قد ايه حدودي. شوفي قد ايش بتبلش الثقه بالنفس، بعرف حدودي، بعرف قدراتي، بعرف امكانياتي، بعرف انه انا قادر، انا بقدر، بنفس الوقت بتحمل مسؤوليه. هي كلياتها اسمها الثقه بالنفس. الثقه بالنفس هي ما لها كبسه زر ولا بتجي فجاه، هي عباره عن عده خصائص وسمات بيمتلكها الشخص لهو يقدر يتوازن ويعطي الطريقه الصحيحه وبالشكل الصحيح. اما نحن ما تنقول انه في عنا مفاهيم كثير انه هذا واثق من حاله، ولكن احيانا بيكون عنده الانا عاليه وحب الذات زياده، فهو هون صار ما عاد يشوف حدا نهائيا. صرت اذا انا مثلا بدي اكل، انه بدي اكل انا وغيري لا. فهي بهي الطريقه بياخذ منحى حب الذات الاناني، اللي بتاخذ طبع الانانيه وليس التواضع بالثقه بالنفس. عندي قدراتي وبتعامل معك بالطريقه الطبيعيه والصحيحه. ست فاتن، الثقة بالنفس أو التوازن بنفسيتنا وبشخصيتنا بتخلق من البداية أو بتنبت بقلب التربية الصحيحة. اليوم كيف فينا نزرع قيم هاي الثقة، خلينا نسميها قيم؟ كيف فينا نوازن شخصية أولادنا؟ بأي عمر لازم نبلش؟ كيف ما بدنا إياه يكون هو ضعيف الشخصية أو يمتلك عدة شخصيات بالبيت، شخصية خارج البيت، شخصية عن معرفاته؟ صحيح. شخصية كيف فينا نعمل له توازن ويمتلك شخصية قوية وعندها ثقة كمان؟ تماما. ما احنا ما تنقول الا ما تقلت ان الشخصية او الثقة بالنفس هي مو كبس الزر، هي عبارة عن الاب والام. انا كيف بغرس؟ يعني شلون انت كأنك عم تزرعي بهالنبتة وعم تزرع البذور وعم تعطيها الفيتامين والهواء والشمس بهي الطريقة؟ نفس الشيء الثقة بالنفس. ثقة بالنفس ما انت باول شيء لزيادة الاهتمام، هذا زيادة انه ممقوعك، دير بالك، لا تمسك، لا انت خليك انا بجيب لك. هي اساسا ما عاد عنده قدرة على تحمل مسؤولية، او انه هو صار عنده الصندوق الكبير اللي هو الخوف، انا ما بقدر ماما، انا ما بقدر كذا. فهون ما بيعرف اساسا شو يمتلك من القدرات وامكانيات، فهو صار بعيد كثير عن كلمة الثقة بالنفس. ثقة بالنفس انا بدي اقول له انت بدك تتحمل مسؤولية اخوك الصغير. تمام. فهو معناته اول شيء شو، انا اعطيته ثقه بالنفس، انا واثقه فيك انه هو ما حينأذى اخوه، واثقه فيك انه انت حتحميه، بنفس الوقت انه انت كبير عندك شخصيه بتتحمل مسؤوليه، وبنفس الوقت انه بصير بحدسك الحوار الاساسي يلي بينمي لي الثقه بالنفس. بمعنى احيانا في كثير عالم بصير في عنده التلعثم بالحكي، او ما عنده قدره. صحيح. على الحكي، او انا بخاف. ما ليش خايف؟ ما بعرف، بركي غلطت، بركي كذا. هي كلمة كمان نحن عنا الأهل، المحاسبة عيب ما بتصير. تمام. الثواب والعقاب اللي بيشتغلوا عليه، ولكن بيشتغلوا أكثر على جلد الذات للأولاد، فهي كمان بتأدي لشخصية ضعيفة. حكيت الشغلة، طب ليش في أولاد حقيقة بالمدرسة شيء وبالبيت شيء ومع رفقاتهم شيء؟ هو احيانا ممكن يفرغ الشيء اللي بالبيت الكابته يفرغه بالمدرسه. يمكن اذا كان في عندنا شخصيات
متسلطة بالبيت فهو حينتقل على شخصية متسلطة أو متنمرة برا بنفس الوقت، أو يمكن هو أحيانا ما عنده القدرة على الحكي أو التصرف يعني بالطريقة الصحيحة، فبتلاقي هو ولد عنيف برا، فبتقولي مو معقول أنا ابني بضله ساكت لأنه هو ما عنده المساحة الحقيقية اللي عم بحكي عم بشتغل. بدي أقول رأيي اللي هو دائما الشخصية القوية، دائما نحن في خلط شخصية القوية وشخصية متسلطة، وهالقصص هي عبارة انه انت تحكي رأيها، هاي هي اول اساس انه انا بحكي رأيي بطريقة ترغيب وليس ارغام. يعني ذكرتي نقاط كثير مهمة خلال حديثك استاذة فاتن، كيف فيني فعليا انا ابني شخصية واثقة من نفسي، ودائما عملية جلد الذات للطفل مع الاهل بدنا غير قاصدينها بطريقة. خلينا نحكي عن الخطوات الاساسية، يعني احنا عم نحكي عموميات، بس انا كيف فيني بلش معه خطوة بخطوة؟ نحن بنعرف بثلاث سنوات هي بتبلش تكوين الشخصية للطفل، انا بدي اعلمه الخطأ يعني من الصح، وبس نفس الوقت ما بدي اعلمه جلد الذات. يعني انا مثلا تلاقي الطفل عم يسأل حاله انه انا غلطت، انا عم عزبك، انا شاطر، هي الكلمات المفردات يمكن لو بنختلف بطريقة طرحها، بعض الخطوات ليكون فعليا عم يمشي نحو شخصيه واثقه من نفسها وسليمه نفسيا اليوم. تمام. هلا نحن دائما ما تنقول الخطوات، خلينا نبلش من اول شيء. نحن اول الخمس سنين بعمر الطفل هو عباره عن تكوين شخصيه، يلي هي عباره انت شو عم بيشوف حواليه وعم ياخذ منا بهي الطريقه. ممكن كثير احيانا فتح مجاله، بمعنى انا بدي ياخذ الكاسه فبتلاقيه يمكن عم يقرب الصوفاية او الكرسي او كذا لانه يطلع ويجيبها. ممكن كثير الاهل بالتصرفات البسيطه انه لا ما بصير انت تعمل هي الحركه، انت شو عملتي له؟ انت عملتي له احجام عن التصرفات، بمعنى هو ما شاف الصح من الغلط. يعني دائما نحن الاهل دائما نحن بنقول نحن بنخاف عليه ينأذى، ولكن انت قبل ما ينأذى قولي له ماما انه هذا الشيء صح هذا الشيء غلط. بالاضافه للثقه بالنفس اللي هي المفاتيح، دائما قلتي انه احيانا بفرض عليكي قولي لي انا بحبك، قولي لي انا شاطر، قولي لي انا كذا. هي الفكره معناتها هو يهتم انه انت بس اي شيء تعطيه مفردات، تعطيه مفردات قوه. يعني احنا مثلا في عندي مثلا اطفال شخصياتهم ضعيفه، يعني عاده نحن كشخصيات اطفال نحن بس نكبر بتحب المراه بتقلك انا بحب اول طلباتي شخصيته قويه، تمام؟ فمعناتها قديش هي بصاحبته هي الشخصيه القويه او كمان ضعيفه. للضعيفه بتكون هي هشه، بمعنى هو ما بيكون عنده راي، ما بيكون واضح، يعني مثلا بده ياخذ اي شيء في عنده نظره الخوف، وعلى فكره وبتضل بكل سمات حياته. ليه؟ لانه هو ما عنده القدره على انه انا اقول الراي بالطريقه الصحيحه، وبنفس الوقت انه انت تفهميني. ليه؟ بدي اشوفك انت رضيانه عني، حتقولي لي انا بحبك، حتقولي لي انا شاطر، فانت بهي الطريقه بتشتغل مع الطفل. بالاضافه اللي هو المرحله الثانيه اللي هو مثلا بده يصير سن المراهقه، نحن اذا انت كنت في عندك امورك هشه وانت ما قدرتي تتجاوبي معه، فحقيقه بسن المراهق صار في صعوبه، لانه هو صار في عنده نوع من التمرد. تمرد اول شيء على الاهل، بتلاقي هو بيتجه لوين؟ لاصدقائه، انه بيفهموا قصصه، فهو اول شيء انت ما لك فهمانة علي، بابا ما بيفهم علي، انا ما بحبكم، ببلش يحكي المفردات، بمعنى انه بده يصير يستقطب الاهتمام. اصل كلياتها الثقه بالنفس، وهي اول شيء هو نحن دائما بنحب الاهتمام، اهتمي فيي، قولي لي انا شاطر، انا محبوب، مكانة خالي بعطيني الثقة بالنفس، ما حلوة القعدة بدونك بعطيني الثقة بالنفس، وبتلاقي فورا الكتافة بتنشد والأسلوب انه عن جد انه انا كنت بدون هاي القعدة ما حلوة. فهذا مفردات بسيطة حتى بهيكلية الجسم، بالواثق من نفسه غير المواثق من نفسه، بتلاقيه من طلته تمام تقولي عنده قوة ثقة بالنفس، كتافه جالسة، وحتى بقول لك مرحبا مع الابتسامة، اما غير هيك بيكون خجول. بما انه عم نحكي عن يعني الاهتمام بالذات، خلينا ننتقل الى عمر كبير. هلا بنلاقي اي سيده كانت او اي رجل فشل بموضوع ما، صار في رده فعل، هي رده الفعل ممكن هي ترجع له قوته بالثقه بالنفس. هل هي ترجيع القوة أو ترجيع الثقة بالنفس مصطلح صحيح؟ أو كيف نحن فينا نرجع نعمر هلأ ملاقي الثقة بنفسنا؟ ملاقي مثلا ممكن صبية تروح تقص شعرها، تعمل لون، تغير لوك
لك لحتى تعزز هي الثقة بالنفس. صحيح. هل هدول العوامل هن يمكن بيأثروا على الثقة بالنفس ولا هي تأثيرها مؤقت بيكون؟ لأن احنا دائما كلمة الثقة بالنفس قلت مثال كثير حلو انه هي غيرت باللوك عندها، بمعنى شو عملت، شو اتجهت، اتجهت لذاتها، انه هي تحب حالها اول شيء، تتقبل حالها، لان تعزز حالها بهي الطريقه بعدين هي بتعزز حالها قدام الاخرين. دائما نحن هي الخصله كثير، ما انت يكون في عندك تقبل لذاتك بالشكل الصح، بمفاهيمك الصح، بقدراتك، بامكانياتك، تمام تمام الطريقه يعني مختلفه، فانت حقيقه بتصيري عندك القبول الذاتي بالشكل 100%. لك الثقه بالنفس، احيانا الثقه بالنفس تقول انا ما عاد عندي ثقه بحدا وانا ما عاد عندي ثقه بحالي، معناتها هي في انا وفي الاخرين. ما انت تنهز الثقه بحالك فهون خطير جدا بالاخرين، ممكن يصير في عندي فلتره علاقات، ناس بتبقى ناس بتروح، ما بيعود انت نفس الاتجاه مع الشخصيات. ولكن ما انا افقد الثقه بحالي هون اخطر، لانه انا ما عاد عندي القدره على الحديث، انا ما عاد عندي قدره بالشخص اللي مواجهي كيف بده يتصرف معي، معناتها هو حيشوفني. نحن دائما بنصير نقول عم يشوفوا داخلنا انه نحن مبينين تعبانين، بتكون انت عم تحكي معه طبيعي مبين شوي تعبان، عن جد مبين عليه، فهي بتعطيكي تماما انه هي عن جد هي تعبانه 100% وعاشت اللحظه. فكرمال هيك ما تنقول الثقه بالنفس هي جوهر، يعني هي فيها بترجع بالبناء، بترجع ما هي بس تعمل احساس بانجاز صغير، انجاز هالقده، تمام، اوكي انا عندي لسه قدرات وامكانيات. اكيد ما في شيء حدا انه والله انهارت ثقه بالنفس خلاص طول عمره قضى حياته قاعد بالكمكم وقاعد مش الحال، لا، هي الفكره انا بقدر اشتغل عليها بالطريقه السليمه. وبنفس الوقت البناء كثير حلو، لانك انت دائما ضبط القاعده فهي انت بتبني صح، فقد ما كان في عنا ضربات خارجيه بنضل نحن بالاسلوب التربيه، وانا باكد على هيك اسلوب التربيه انت بتبني لابنك ثقه بالنفس او لا. ولا حاولي انه ما تكون في عندك انفصام شخصيه بتربيتك للولد، ساعه عمليه كبير وساعه صغير، فهون صار عنده انفصام بالشخصيه حياته. وقتنا معك دائما بيخلص بسرعه استاذه فاتن نظام، مدرب التنميه البشريه وعلاقات عامه، شكرا لوجودك معك. اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. شكرا كثير لك، وصباحك ونهارك سعيد، ويا رب هيك نهار الكل كله ثقه وقوه لحتى نتخطى الظروف الصعبه. شكرا كثير لك.